Véritablement pour associatif. Donc c'est tous les acteurs de la société. Certains directeurs, j'ai carrément un directeur, quand même, il est très aimable. عملية تثمين هذا التراث، هذا المنجم السياحي اللي تسخر به تلك المناطق، خاصة المناطق الهضاب العليا اللي أشرت لها اللي تمثل في 14 ميناء، أولا يجب علينا القيام بتحسيس وإعلام كل الأطراف الفاعلة فيها، من السلطات أو الجماعات المحلية، البلدية، الدائرة، الولاية، السكان، التلاميذ، حتى يتفطنوا ويكون عندهم وعي بالمسألة السياحية وأهميتها في تنمية سيرورة العجلة الاقتصادية بهذه المناطق. اثنين، علينا يعني توفير عنصر بشري مؤهل في مرافقة إنجاز هذه النشاطات، سواء على مستوى المطاعم، في النقل، في الأمن، في الصيانة، في الصحة، في ترشيد لو غيد توريستيك اكسترا. يعني هناك يعني مجموعة من السلاسل، سلسلة، اون شان اللي فيها حلقات، وكل يعني فئة من المجتمع من هاد الفاعلين عليها أن تلعب دورها. Valeur créée.